I love you. صباح الخير او مساء الخير حسب من وين انتوا عم تتابعوني، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. وهذا الفيديو اخر فيديو برمضان، ان شاء الله كل عام وانتوا بخير. فحبيت صور لكم هالفيديو، وبدي اتشكر كل اللي عايدوني، كل اللي بعتوا لي معايدات، متابعيني وحبايبي وعيلتي الثانيه. بشكركم من كل قلبي على الدعم والتشجيع والتعليقات الحلوه مثلكم. فمن الصبح طلعت من البيت بدي اكمل شوية اغراض لانه ما رح نعيد هون، تعرفوا انتو بالغربة ما في قرايبين واهل وهيك، فقررنا انه نطلع نقضي العيد على البحر. يعني ما عنا نحن هون زيارات مثل لما كنا بالشام من الصبح هيك نجتمع ببيت العيلة وبعدين نكمل زيارات عند العموم وعند اولاد العموم، ما في هون هيك شيء. فمشان هيك قررنا نقضي العيد على البحر، كمان بتكون فرصة للأولاد لأنه ما طلعوا، كان عندهم امتحانات قبل رمضان، وكمان بعد العيد رح يكون قرب كتير امتحاناتهم الأخيرة. فمشان هيك من الصبح طلعت أنا وبناتي كمل أغراضي، وأول شي فتت على المكتبة مثل ما أنتوا شفتوها، هي المكتبة دائما باخذ لهم منها أغراض، بدي أخذ لهم هدايا العيد. صار لي هيك كم عيد الهدايا عم يكونوا كتب ومجموعات قصص وهيك شغلات، عم حس انه هي الهدايا يعني احلى من الالعاب، بما انه هلا يعني كبروا شوي ولادي والالعاب كلياتها اخرتها على الكب، فبجيب لهم مجموعات قصص اللي بيحبوها واللي هن بيرغبوها، وخاصه لابني، ابني عمره 12 سنه، فبنقي له من السكشن تبع اليونج ريدرز مشان يكونوا هيك الكتب ممتعين. بهالعمر الأطفال ما بتعود تهوى القراءة، فهذا القسم بتكون القصص ممتعة بتشد الولد، فيها مغامرات، فيها بحبها يعني، فبتلاقيه عم يخلص الكتاب بسرعة ودغري بيسأل إنه مامي جيبي لي واحد تاني. وأنا معودتهم لأولادي الكبار والصغار إنه لازم باليوم يكون في لو نص ساعة ربع ساعة قراءة، حرصوا على هالشي يا صبايا لأنه هذا الشيء رح يفيدهم كتير بالمدرسة، رح يفيدهم بالكتابة، رح يغني المفردات تبعهم، خاصة إذا عم يتعلموا لغة تانية. وبعدين دخلت كمان أخذت لهم أغراض للبحر، كان ناقصني نظارات السباحة، ناقصني الشوزات اللي بيمشوا فيها على الرمل، والشناتي اللي بتبقى للأغراض المبلولة، يعني هدول الشغلات كتير منعتازهم بالبحر. وبعدين أخذت ماسكات، أنا بحس بالبحر وعلى المسبح كتير بتنشف الإيدين بينشف الوش، فباخذ هيك ماسكات إن كان على عسل على حليب، كتير هدول زراف ومفيدين. وأهم شيء أهم شيء أخذته من عند واتسون هو الواقي الشمسي وماء الورد، هذا هو ماء الورد، وكلياتهم انا ححاول اكتب لكم اياهم على الشاشه، وملطف الشعر يعني الكونديشنر، والغسول هذا سيمبل، الغسول كتير منيح ويعني ما فيه مواد كيماويه، كلياتهم هيك لما كل اغراضي اللي يعني بعتازهم بالرحله. خبروني يا صبايا شو بتعملوا بالعيد؟ سبحان الله العيد له بهجة غير، بس يعني لما كنا ببلدنا بتبقى البهجة غير شكل مع العيلة مع الأحباب، يعني هون نحن بنحاول نعمل نحن جو، بنعمل حلو، بنحاول نطلع مشوار، بس ببلادنا غير، العيد له بهجة مختلفة. I was very thirsty. I didn't drink enough water. You know why? وبس وصلت على البيت بديت ضب اغراضي مشان الرحله. قبل بيوم انا كنت بالسوق وكنت شاريت لهم اغراضهم واواعي العيد، صحيح ما عندنا زيارات بس كمان نشتري اواعي العيد يعني مشان الاولاد يفرحوا وينبسطوا،
فأخذت له بيجامة للطلعة لابني، بيجامة للنوم. ما بعرف ليش عنا عادة من وقت كنا بسوريا إنه لازم نشتري للولاد بيجامات نوم جديدة على العيد. قالوا لي إذا أنتوا عندكم هالعادة أو لا. كمان ست البيت تشتري يا قميص نوم جديد، يا أما جلابية جديدة، سليبر جديدة، ما بعرف عنا هالعادة. فهيك اخذت له هدول الاواعي، شورتات جينز ومعهم كنزات قطن، بيجامه للنوم، بيجامه للطلعه، كمان كتير حلوين. وجهزت لهم الكتب اللي بدي احطها. باخذ انا كميه لما بيكون في سيل عند هي المكتبه ام بي اتش، وهلا ححط لكل واحد من هدول تقريبا 4 كتب حسب، شي الرسم وشي كمان روايات، وبخبي الباقي. فأنا بستغل وقت بيكون عامل عروض وعامل سيل هاي المكتبة، بحبها كتير. على قد ما بحبها وقت بتفرج على الكتب بقلبها بتمنى ارجع صغيرة، على قد ما الكتب حلوة والألوان وكواليتي الورق حلوة، يعني بشتهي ارجع اقرأ هاي الكتب تبع الأطفال. وكلهم هلا بحضر لهم هدايا العيد والبيجامات الجديدة بيلبسوها بليلة العيد، يعني لما بدهم يثبتوا انه تاني يوم العيد الهدايا والبيجامات الجديدة. وبعدين بلشت ضب اغراض الرحلة، فبستعمل الشنط اللي هلا شفتوهم بالفيديو، هي مجموعات بتجي كل مجموعة لون وكل مجموعة فيها اكتر من قياس من الشناتي، فكل حدا بيكون له لون بيعرف انه غراضه بهالمجموعة. وكل الغراض اللي بدي اخدهم اول شي بفردهم هيك على طاولة او على التخت، بطبقهم. مثلا دول الاواعي لبنتي، بشوف شو بدها تلبس، انو جاكيت، انو بنطلون، شو الجرابات اللي بدها تلبسهم تحتهم، بحط لها اياهم هيك جنب بعض حتى اتأكد اني انا مالي نسياني شي. بعرف مثلا انه في عنا بوفيه مفتوح على الفطور، في عنا عشاء، في عنا نزلة بحر، نزلة مسبح، فبقسم الاواعي شو بيلزمها على عدد الايام. كل لون هيك بفردهم على الطاولة مع اكسسوارات، مع كل شي ممكن يلزمها، ان كان من الداخلي وان كان من اواعي الطلعة او البيجامات. بس اتأكد انه هدول الغراض هيك اللي بدي اياهم ما بيلزمني شي تاني، ببدأ بحطهم بقلب هدول الشناتي اللي قلت لكم عليهم. فلبنتي الصغيرة رح حط لها كل غراضها بالشناتي اللي لونهم زهري، والشناتي مثل ما قلت لكم اكثر من قطعة كبيرة وصغيرة ووسط وكياس صغيرة، فبعرف انا انه اللي لونهم زهري هنن لبنتي الصغيره، ما بيعود في فوضى. واذا بدي ادور على شيء بالاوتيل او بقلب الشنطه الكبيره ما بعود، يعني بصير نكت، انا ما بحب الفوضى والنكت. فالشنطه الكبيره للتياب الطلعه، الشناتي الصغيره للكولونات والجرابات، شنطايه تانية فيها مثلا اكسسواراتها ومطاطاتها حبساتها الكليبسات، يعني هيك شي، وشنطة صغيرة للداخلي. ولابني حطيت له الشناتي تبعاته لونهم أزرق، كمان نفس الشي قسمتها الشنطة الكبيرة فيها الأواعي الطلعة، الأواعي اللي يلبسهم على الفطور أو على العشاء، والشناتي التانية أواعي الداخلي وهيك، وشورتاته وهالقصص. هيك بضل يعني كله منظم. وضبيتهم هدول الأزرق كلياتهم لابني، وأنا تبعاتي رح يكونوا باللون التفاحي. زوجي هلأ بورجيكم كمان حطيت له اياهم بشناتي لونهم كيوي على أخضر. ومن الشغلات اللي باخدها معي كمان هي الفيتاميناتي بعلب هيك مقسمة، بقسمها حسب الأيام قديش أنا بدي أقعد، بقسمهم هيك بهذا الشكل.
هلا انا بستعمل هاي الخطوات، يعني بتحسوا حالكم بتضلوا منظمين، ما بصير في فوضى لما هيك منبلش على مهلنا منقسم حسب الالوان حسب الاحجام، بضل ما في فوضى. حتى هونيك بالاوتيل ومع اولاد صغار ومسبح وبحر، لما بتطلبي الشغله خلص تعرفي انه اغراض الولد هاد بالشناتي اللي لونه ازرق، والبنت بالشناتي اللي لونها بينك، فبحس انه بضل انا اروق، ما بصير في فوضى كتير. هي وحده من القطع اللي كتير بحبها ودائما باخدها بالسفر او بالرحلات، اللي هي هيك شنطة بتنفتح بحط فيها كل بقى الشغلات اللي أنا بدي إياها أنا وزوجي، بخليها بحمام غرفتنا، إن كان مزيل عرق، ديودوران، بارفان، الواقي الشمسي تبعي، وبجيب علب صغيرة اللي هي للسفر، هي استعمال مرة واحدة، وبعبي فيها مثلا الشغلات اللي باخدها معي أنا، هي زيت جوز الهند اللي بستعمله لإزالة الميك اب، بستعمله للإيدين، بستعمله بكتير شغلات، فبعبيهم هيك بعلب صغيرة حتى ما أخد القنينة الكبيرة، حتى الشاور جيل أو الشامبو لو كانوا بالأوتيل حاطين، بس يعني إذا واحد متعود على نوع شامبو أو نوع كونديشنر بلسم صعب، تبعات الأوتيل ما بيكونوا كتير صغار، فبعبيهم هيك بأناني صغار تبع السفر، هدول بيتسكروا جد ما بينسكب منهم شيء ابدا. بحط فيها كمان مكياجاتي، روج، اي شيء، وبالجيب اللي فوق بحط فيها القطن اللي بمسح فيه المكياج. كتير هالقطع حلوة بتتسكر، وحتى اذا انسكب فيها اي شيء من السوائل ووتر بروف ما بيطلع لبرا، وبس تنفتح هيك بهالشكل، بس بفتحها بتتعلق ببساطة هيك، بتتعلق على بتتعلق عندي بالحمام، فكتير سهلة. من الشناتي التانية، القطعة التانية اللي ما بستغني عنها، هي الشنطة اللي بتكون مقسمة، هي بنقلها أنا من شنطة لشنطة، يعني إذا نازلة على البحر بحطها بشنطاية البحر، إذا قاعدين على المسبح بحطها بشنطاية المسبح، تكون فيها جياب ومقسمة، بحط فيها شامبو الأطفال، بحط فيها الواقي الشمسي تبعهم، المعقم، السانيتايزر، محارم المعطرة، بحط فيها الكفر تبع الموبايل إذا بدنا نصور بالمي، بحط فيها فرشاة الشعر، هاي الفرشاة خصوصي للبنات اللي بيعقد شعرهم إذا كان مبلول، بحط فيها قطرة مشان إذا تحسست عيونهم من المي، بحط فيها هذا البخاخ، هذا من شلالات، بيبقى ماء نقي اذا صار اي حروق معه من الشمس، واكيد بحط فيه عطر سبلاش، باخذ معي هذا من باث اند بادي وورك، بيبقى لطيف هيك خرج نهار، بحط فيه كريم للقرص، يعني هي الشنطه ما بقدر استغني عنها ابدا، بنقلها معي وين ما رحت وين ما اجيت. هي الشنطه بسميها انا شنطه الاسعافات الاوليه، فيها اذا حدا مثلا انقرص كريم، فيها للحموضه مالوكس، فيها بلاستر اذا حدا انجرح، بس هدول بيجوا بلاستر حتى لو الولد مبلوله ايده او رجله بيلزق، يعني للمي، فيها هدول اللزقات اذا حطيناهم على الكرسي او على المكان اللي قاعدين فيه الاطفال ببعد عنهم القرص والناموس، وهدول بعيد الشر اذا حدا انجرح بيكون الشاش اصلا فيه كحول، فيها كمان اللزقات اللي اذا حدا ارتفعت حرارته، فيها بنادول اطفال، بنادول للكبار، هي يعني شنطة الاسعافات الاولية بعيد الشر اذا حدا صار معه اي شيء، كمان ما بستغني عنها، دائما موجودة معي بشنطاية الاولاد باي رحلة، بحر، مسبح، ووتر بارك، مول، اي مكان هي الشنطة موجودة معي. بقي هلا ضبضب بغراض زوجي، كمان اغراض الرجال قليله، نحن يعني خلينا نعترف نحن الصبايا انه اغراضنا كتيره والبنات اغراضها كتيره، اما الرجال ما في، هن شورتات، اخذت له طقومه شورت مع كنزاته، خلاص داخلي مايو، خلصت القصه، ما عندهم كتير شغلات، فرح اطويهم هيك بهالطريقه حتى يضلوا مرتبين.
بعملهم هيك باستقامة وحدة، وبعدين بتني البنطلون فوق الكنزة وبتني هيك من تحت، وبلش من القبة بطوي أول طوية والتانية والتالتة بتكون بقلب التانية اللي تنيناها من تحت، بيضلوا هيك مرتبين وما بيتجعلكوا كلياتهم هيك. لطقومة تبعته ساويت له اياهم هيك، وححط له اياهم بالشناتي اللي لونهم كيوي او اخضر. هون انا وعم ضبضب وظبط الشناتي، وصل هالبارسل هيك علب كتير حلوه. يعني يا صبايا اذا موجوده عندكم ببلدكم انا بحط لكم الرابط تبعها، هي دروجي للالعاب شكلها كتير حلو، كتير انبسطت فيها بنتي، حطتها جنب طاوله اللعب تبعها وصارت تعبي فيها، كل درج تعبي فيها شي غراض طبخ، شي غراض للباربي، مكعبات. بس حسيت انه شكلها مرتب وبتضبهم، يعني ما بعود بشوف كتير فوضى. وضبيت غراض مثل ما قلت لكم، شفتوا هيك بيصير الالوان موجوده هيك قدامنا، بعرف الشناتي هي لكل حدا وين غراضه موجوده. ما في طبخ، فطلعنا فطرنا برا ورحنا على المطعم، كمان كانت الروحة حلوة هيك، شفنا رفقاتنا، القعدة حلوة والأكل طيب كتير وأجواء بتجنن. أنا مصورت لكم في هذا المطعم قبل بمرة، بس عن جد كتير انبسطنا، يعني كانت وداعة هيك آخر فطور برا البيت برمضان. يا روحي انتي ثانكي. وهيك كان الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله عيدكم مبارك يا رب، وكل عام وانتم بألف خير انتم وعائلاتكم واحبابكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك اذا حبيتوا الفيديو، وبشوفكم بالفيديو الجاي.